مو الأمل بدأ ماته، وأنا بخيت حاصل مع البنية الزوج، لأن علاش ما عنديش مشروع اللي بشيت عنده باغي نخدم كيقول لك لا أنت كبير في السن. السبب الوفاة ديالها سرطان، جاء سرطان. مشات هذا السكانير هذه مشات كلها فلوس، يعني خسرت عليها قداش 22 مليون. نهار 27 توفات مسكينة هنا. دابا حتى الدريات والله ما عندي باش نوكلها. حريث محمد العمر مواليد 1963، تعيش في ليبيا من 1990 ل 2020. كنت خدام ثم ما عليا ما بيا، يعني كل شيء الخير موجود الحق يتقال. بعدها مرضت لي المرأة بالسرطان، جريت بها تما ومع الحرب وداك الشيء ما لقيتش كيفاش نعالجها. وعندي جوج وليدات وتزوج بها لها في ليبيا، تزوج بها لها في ليبيا، وعندي معها جوج وليدات. ملي توفات مسكينة وداك الشيء أنا ما كنتش باغي نجي المغرب، كتبت لها حتى الدار في سميتها وداك الشيء. دابا كنت باغي نران الدار باش ندير مشروع نخدم به، ما لقيتش. اللي مشيت عنده باغي نخدم يقول لك لا العمر ديالك كبير 56 سنة، قال لك ما دي ما ندير لا حراسة ولا كل شيء، حتى واحد ما بغى يخدمني. دابا حتى الدريات والله ما عندي باش نوكلها. قلت لك ملي مرضات لها في ليبيا جبتها هنا المغرب باش تعالج. من هي ما فيش تعقيم ما فيه والو، كانت حرب مرونة الدنيا ما فيهاش طرابلس، عرفتي ما كان فيها شيء. سبيطارات كل شيء سادين، سبيطار اللي تمشي ليه تمايا كيقول لك لا هذا الجيش هذا هادو ما فيش دخول. اضطريت نجيب لهنا المغرب ميكانيك، كنخدم ميكانيك تما وانا اصلا ميكانيك. ملي جيت هنايا الفليسات اللي كانت عندي صرفت عليها، بقيت على الحديده. المراه الله يرحمها السبب الوفاه ديالها سرطان، جاء سرطان. جات لنا بالاولى في البزوله كوره، بعدين تحولت لها كتفها، بعدين قال لك شد لها في الراس. ملي ما شد لها في الراس اخر اسبوع ديال رمضان نهار 27 توفات مسكينه هنا، توفات في الدار. انا دخلت المغرب 11 2020 2019، دخلت المغرب لحد الان. جيت المغرب لقيت المغرب كله مغير عليه، ما عرفتش فين نصد، ما عرفتش كيفاش نعيش فيه، لان علاش ما عنديش مشروع اللي مشيت عنده باغي نخدم كيقول لك لا انت كبير في السن. ما قدرتش يعني خلاص، بقوا لي البنيات دابا مره ياكلوا مره ما ياكلوش، الله غالب عليا وربي الله. ليبيا ما تقدرش ترجع لها دابا لان مازال فيها ضرب، يكتبوا لنا في الاذاعات وداك الشيء يقول لا مازال فيها ضرب، لان ديما نتصل بالدراري ديما فيها ضرب. وحتى الاقامه سهله وليا ديال الدريات وديالي وديال الاقامات. الدنيا كانت زينه ملي كنت عايش تما، كانت الدنيا زينه. لا من 90 حتى 2010 كانت زينه، حتى 2012 بدات كتكبس الحكايه. كنا عايشين المهم واخا ما فيهاش فيها ميليشيا فيها ضرب وداك الشيء، رغم ما فيها ضرب وداك الشيء. حتى في 2019 فيه حرب، ولكن ملي جيت للبلاد ما فيها لا حرب لا والو. وما رغم هذاك الشيء والله بالتليفون كانوا يكلموا فيا نمشي نصلح لي طوموبيلتو قدام بابه بلا ما نفتح الكراج. هنا ملي جيت الله غالب عليا شيء، ما لقيتش فيه فاش تخدم لا باش دير مشروع. حتى باش دير مشروع كل الفلوس اللي جبت معايا مشات كلها في المستشفيات، مشات في هذا السكانير هذه مشات كلها فلوس، يعني خسرت عليها قداش 22 مليون عمومي. كل شيء السكانيرات على كل شيء عمل وراك كله معايا. وشي اخويا في الاخر مو الامل دا امانته، وانا بقيت حاصل مع البنيه الزوج، والاخرى عندها خمس غتدخل ب 15 والاخرى عندها 10 سنين. والله عايشين بقدره الله وخلاص، الا لقينا باش ناكلوا راحنا غادي ناكلوا، ما لقيناش هذا. حتى الخدمه ما لقيتهاش باش تخدم، ما كراجات كتمشي تطلبهم باش تخدم، كيشوفك دري صغير اصغر منك يدير فيك هكا يقول لك والله ما عندي ما ندير لك. حريفي حريفي، ولكن ما الله غالب ما ساعدنيش الحظ. انا غندير لكم نداء يا جماعه الخير، انا ميكانيك 48 سنه ميكانيك، الا كاين شي واحد يبي مساعده يعني يخدمني ولا حاجه انا موجود. هذا اللي نطلب منكم، انا ما باغي شيء، باغي نخدم على وليداتي باش نوكلهم ونشربهم، وانا في الدار البيضاء في اناسي.